الثمن زيد كله كل حاجه زيد اكثر من الحساب اللي كنا ناخذ في الاولى كلشي زيد بزاف الناس تياخذوا وخمساكن واش هاد الدرويش كادير كي تياخذ كيمشي ياخذ على القطنيه كي ياخذ على القطنيه تياخذ 5 كيلو وما تشي 2600 ريال ودخل كاميو واحد وكيتبون بعلك واحد باغي يعمرك عبر كيلو غيدير دارو ست الماطيشات يقدوه في نهار واحد والله لا قدوه والله حسن العول للدرويش واللي خدام 30000 ريال يلا كاري ب 20000 ريال فيها الماء والضو الدراري عندهم سيدي السوق اليوم كاين زايد شويه الثمن لان علاش لان الاضراب كاين في عمومي الطوناج والناس تيطلبوا النسائل ديالهم اللي هي قانونيه ما عطاوها لهمش حنا كنتقدوا داكشي غالي تنلقى جدرام زايده بكيلو درهم ونص 50 ريال صباح خير زولي ما 3600 للصندوق حنا تنبيعو دابا نبيعو 140 ريال الكيلو ويلاه تنخرجو مع فلوسنا هو هذاك يا وليدي هادشي هذا زعما كاينه بزاف المارشي داير الاضراب السلعه كنجيبوها غاليه خي الزوره جايبها ب 3400 ريال بطاطا زايده عندنا 60 درهم في الصندوق هو ما 120 ريال ما كنفوتوش 120 ريال ما كتبغيش وما كتبغيش ديال المراه ما كاينش ما كنصورو حتى شي حاجه هاد الايامات معمرين غير البلايصه اللي عطانا سيدنا هاد البلايصه هادي الا جينا نخويوها تيقولك ما تخويوهاش ما حنا غا صابرين على ود هاد البلاصه ماشي حاجه من غير هاد البلاصه راه ما كاينه حتى حاجه خويا خصهم يقادوا الوضعيه مع دوك الناس هادوك الناس لما قادوش معاهم الوضعيه راه غتجي شي كارثه موراها راه جايه على الكارثه لان الناس راه بزاف عليهم الطاقه الشرائيه ديال بنادم يعني الاستيعابيه راه بزاف على عباد الله وبنادم شحال غيدي عنده خمسه ديال الاولاد شحال تقدو ديال البطاطا في النار راه 2 كيلو 3 كيلو ما تقدوش يدير 400 ريال ديال البطاطا وخصو 1000 فرانك ديال الماطيشه وخصو لهاد الحساب 100 درهم 100 درهم و 100 درهم مع خضره فينا هاديها في النهار كاين هو ما فينا هو دو فينا راه بزاف هادشي اللي غاديين فيه راه بزاف راه خصهم يقادو دوك الوضعيه مع دوك الناس اللي خدامين مع البلاد راه هادوك هما الركيزه ديال البلاد خاصهم يقادو معاهم وضعيه خاصهم يقادو معاهم في الحموله ويقادو معاهم حتى في المازوت باش بنادم راه هادشي راه الا ما كانش كاميو هادشي ما غايجيش الا غايزيدو عليهم في المازوت راه غايزيد عليك هو في البصله والمطيشه والبطاطا وهذا راه عنده عاديه وليني فين من كتجي راه كتجي في هذاك المسكين اللي ما عندوش راه كاين اللي مسكين 1000 ريال في النهار ما كيدخلهاش 1000 ريال في النهار ما كيدخلها والله ما كاين والو غيدير غيوكل هاد ولادو وغيدير وغيدير راه ما عنده ما يدير راه خاصهم هاد الناس انا تنوجه هاد الرساله من هاد المنبر هذا الناس ديال الحكومه الناس ديال الحكومه خصها تجبر الناس هاد الناس تجبر ليهم حل حيت لان اللي جايه في الدرويش ما جاياش من غير في الدرويش هما الناس اللي عندهم الفلوس راه ما مسوقش راه تيمشي لكارفور تيمشي لمارجان راه ما يجيش لهنا للسوق خاي الزوكه شحال كدير 40 درهم دابا 3000 ريال 2800 ما عرفتش كدير 35 درهم 30 درهم دابا كدير 100 درهم وفين هو الكروسه الخروج ديالها وفي المصروف ديالها ديال الهوندا ديال الموتور الكليان دابا الناس كيمشي يتقدى كان مول السلعه رخيصه كاين المسكين اللي الدرويش كان عنده 400 عنده 600 حتى 1000 ريال انا من راسي جبت تندي 100 درهم تدير لي حتى حاجه يعني الله يحسن العون خاص يديروا معاهم حل 100 درهم بحرا تقدك تقدك في الخضره يا ربي 100 درهم كانت تجيب لك الدجاج كانت تجيب لك بزاف الحوايج ولكن الدرويش دابا ما مسكين الله يعافيك السلام عليكم انا جت الخطره تنفوت على العداله والتنميه تنقول لكم هادشي اللي تديروا فيه راه حشومه عليكم العداله والتنميه راه كنا عايشين بخير قبل ما تجيو نتوما من جيتوا العداله والتنميه عاد زدنا تكفسنا كلشي غلا المازوت غلا المعيشه غلا لا سميك تزاد حتى حاجه العداله والتنميه راه خرجتوا على هاد البلاد العثماني السي العثماني راه خرجتي على هاد البلاد وجت الخطره تنفوتي عليكم جوج الخطرات تنفوطي عليكم وراني طالع عليا الدم عليكم انتم العداله والتنميه حشومه عليكم هادشي اللي درتو في الشعب المغربي راه كلشي مكرفس كاع عباد الله انا مكرفسه حتى واحد ما تيضحك كلشي طالع عليه الدم بسببكم العداله والتنميه